من امام نهر لجنه الوفد ببور فؤاد والمعرض الاقتصادي الاول مع الاستاذ عصام هريدي رئيس لجنه الوفد ببور فؤاد. استاذ عصام اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا بحضرتك استاذ محمد. عايز حضرتك توصف لنا بقى وصف كده تحليلي للمعرض، الدنيا ازاي، ووصف لنا كل حاجه معاك. برحب بحضرتك طبعا وبشكرك جدا لتغطيه المعرض وتشريفك لي. حزب الوفد من فتره كبيره، من تقريبا بعد الثوره، حصل غياب للاحزاب كلها في مصر عامه. فالاستاذ رئيس الحزب بعد تولي رئاسه الحزب المستشار بهاء ابو شقه اطلق مبادره عوده الوفد للشارع والجماهير مره ثانيه، وكانت المبادره اسمها عوده الوفد للناس. انطلاقا من المبادره دي، حزب الوفد في بور فؤاد حب ينزل للشارع والجماهير، فده المعرض الاول لينا، وان شاء الله هتبعه سلسله تقريبا هتكون كل جمعه وسبت من كل اسبوع. احنا بنوصف المعرض بانه المعرض الاقتصادي الاول. حضرتك فسر لنا بقى المعرض الاقتصادي الاول. هو ده معرض بيقوم على اشراف حزب الوفد والفؤاد بالتعاون مع التجار، بيعرضوا كل منتجاتهم باسعار مخفضه جدا للمساهمه في رفع المعاناه عن المواطن البورفؤادي من كافه شيء يحتاجه البيت البورفؤادي. يعني احنا بالنسبه لنا كحزب وفرنا المكان للتجار وعملنا حراك للشارع وعملنا حراك بالظبط زي ما حضرتك شرحت كده. وده موضوع ممتاز زي ما حضرتك ذكرت، ده المعرض الاول، وده هيستمر ان شاء الله الى ما لا نهايه باذن الله. كل اسبوع هيكون في يومين المعرض هيقام فيه باذن الله. ان شاء الله موفقين يا استاذ. متشكرين جدا، كتر خيرك. متشكرين جدا يا استاذ محمد، كتر خيرك. تعرف حضرتك؟ حضرتك عضو في حزب الوفد؟ لا والله انا مش عضو، انا حماتي العضو وكده، فهي شجعتني انت تعالي حزب الوفد اعمل معرض للناس، وبشجع الناس اللي تعرض معروضاتها وحاجاتها. يا اهلا وسهلا بيك الاول في حزب الوفد. اهلا وسهلا بحضرتك. هتوصف لنا بقى المعرض بيتكلم عن ايه وحضراتكم بتبيعوا ايه؟ هو بيتكلم عن ان احنا بنشجع السلع، بنشجع الناس اللي تيجي تشتري سلع مخفضه واسعار مخفضه. يعني متفقين الاسعار مخفضه من الاول؟ الاسعار مخفضه من الاول، يعني بيبقى في مستوى الايدي الجميع. يعني نتكلم كده، الحاجات دي من كام لكام؟ يعني في حاجات بتبدا من اول 100 وانت طالع، بس اقصى حاجه يعني ما بعديش ال 250 اقصى حاجه. تمام. طبعا بحاول على قد ما اقدر الاراضي اللي قدامي، وما ماشيش حد اللي هو يعني زعلان عشان السلع غاليه، بحاول ارضي كل اللي. ان شاء الله ده اول معرض، مستمرين ولا الدنيا ازاي؟ ان شاء الله مستمرين. ان شاء الله موفقين باذن الله ونورتوا حزب الوفد. شكرا يا فندم. تعرف حضرتك؟ يا اهلا وسهلا. حضرتك عايز يعني عضو حزب الوفد؟ ايوه. دور حضرتك بقى ومكان حضرتك في حزب الوفد؟ هو رعاية الشباب وبنعمل موفقين ان شاء الله. في عمل كمان كروشيه ان شاء الله. تعرف حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك في حزب الوفد طبعا، عرفينا بدور حضرتك في حزب الوفد. علي صوتك بقى شويه. يا اهلا وسهلا بحضرتك. عرفنا بقى ايه الموضوع؟ الموضوع ان الاستاذ بهاء عامل مبادره بخصوص تخفيض اسعار الوفد في الشارع. فاحنا هنا بنعرف بقى حاجه جامده وكده. ان شاء الله موفقين باذن الله. اتعرف حضرتك؟ معلش ان شاء الله. حضرتك عضو في الوفد؟ بالظبط، بس يعني الوفد من ادم وحسن.
بنت وشها حمار مش ده حاجه حلوه وشها حمار دايما الناس بتقول لك خلينا بقى في 25 مش عايزين نسمع الاسعار الكبيره يعني في متناول الجميع الاسعار كلها ويصل بقى على كده كل المعروضات معانا عرض فيه مسكرة ومفرش يدوي 25 ان شاء الله ان شاء الله موفقين يا اهلا وسهلا زراني حضرتك طبعا عضو معنا حزب الوقت هتوصف لنا سكرتيره عامله كبيره المعرض طبعا هتوصف لنا بقى حضرتك المعرض بيتكلم عن ايه والاسعار ازاي ما اهم حاجه الاسعار تكون مخفضه اه طبعا احنا عاملين اسعار مخفضه يعني بنتكلم من كام لكام مثلا بتبدا مثلا من 20 ل 30 ل 50 لحد 100 طيب جميل شيء جميل شيء جميل او نشاط جميل ان شاء الله المعرض ده الاول مكملين هتشتغلوا على طول باذن الله مكملين وفي تخفيضات ان شاء الله هنعمل حاجات جميله وعروض جميله قوي ان شاء الله هتعجبكم ان شاء الله موفقين يا استاذ ان شاء الله استاذ محمد البغدادي منور الدنيا وان شاء الله رب العالمين موفقين حضرتك هتوصف لنا بقى المعرض الاقتصادي الاول الدنيا ازاي ويا ترى بداتوا النهارده وماشيين لغايه امتى وصف لنا الدنيا ازاي بدايه بنرحب بالاستاذ محمد حجاب بالقامه الاعلاميه الكبيره الله يبارك و في بدايه الفكره كانت تبلورت اجتمعت لجنه بور فؤاد اول بور فؤاد ثاني في احساسها مدى احساسها بمعاناه الشعب البرفؤادي في غلاء الاسعار فقررنا ان احنا نعمل معرض الاقتصادي المعرض الوفد الاقتصادي ففي الحقيقه كانت الاسعار في البدايه كانت عاليه اتفقنا مع الموردين ان احنا ننزل بالاسعار الى حد الى اقصى درجه ممكنه بحيث انها تتناسب مع المواطن البرفؤادي ان شاء الله المعرض ده رقم واحد باذن الله ده رقم واحد وهيستمر باذن الله تقريبا كل جمعه او كل جمعتين حسب ما اتفق مع الموردين ان شاء الله يعني على حسب ما انا شايف ان الحزب كده مش متكلف حاجه انتوا اتفقتوا مع التجار وهي اللي بتجيب بضايعها وانتم موفرين لهم المكان بالظبط هو هي دي لمسه وطنيه من التجار برضه باحساسهم بالشارع وباحساسهم بالمواطن واحساسهم فحبوا ان هم يتعاونوا ويشجعوا المبادره اللي تبناها بور فؤاد بحيث ان هو يرفعوا المعاناه عن الشعب البرفؤادي بصفه عامه ونتمنى ان نلاقي تجاوب من الشعب البرفؤادي مع هذه المبادره ان شاء الله موفقين شكرا يا استاذ محمد شكرا جدا قلبك مع مين الوقت صوتك مع مين الوقت روحك مع
عميق. دلوقتي يا ولاد مصر يا شعب اصيل، المشوار قدامنا طويل. يا ولاد مصر يا شعب اصيل، المشوار قدامنا طويل. نحتاج ناس رجالة بجد، واحنا اخترنا حزب الوفد. حزب الوفد ده حزب اصيل، يا ولاد مصر يا شعب النيل. بالورد بالطار مين؟ بالورد بالورد صوبك مع مين؟ بالورد بالورد روحك مع مين؟ بالورد بالورد.